هبدأ النهارده حلقتي مع حضراتكم بالحديث عن مباراة نادي الزمالك وسوار الغيني اللي خلاص مش باقي عليها غير ساعات قليلة جدا. المباراة إن شاء الله هتنطلق في تمام الساعة 9 مساء باستاد السلام. ماتش مهم جدا. ليه ماتش مهم؟ أولا هيقربنا من صدارة المجموعة اللي بيتصدرها دلوقتي سجرادة الإنجولي بفارق الأهداف. ولازم نأكد انتصارنا على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بالفوز على سوار الغيني بإذن الله. ماتش سواء هيكون بداية شهر أو هو شهر ملحمي طبعا لنادي الزمالك، عندنا 5 ماتشات مهمة جدا في الدوري وفي الكونفدرالية. البداية هتكون بكرة سواء في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية مع سوار الغيني، ويوم الخميس اللي جاي الزمالك هيقابل اتحاد السكندري في الأسبوع 8 من الدوري، بعديها بأيام قليلة جدا اللي هو هيكون تقريبا يوم عشرة صحيح، هنلعب مع سجرادة الإنجولي في الجولة الثالثة بالكونفدرالية في برج العرب، وقبل ما نلعب مع سجرادة تاني في ماتش في الجولة الرابعة يوم 20 ديسمبر الزمالك هيلاعب المصري البورسعيدي يوم 14 ديسمبر في الأسبوع 9 للدوري. كل دي ماتشات مهمة جدا وصعبة في نفس الوقت، ولكن الزمالك دايما قادر يحقق العلامة الكاملة بإذن الله. وإن شاء الله ال5 ماتشات دول ب5 انتصارات جديدة تضاف لمسيرة الفارس الأبيض. ثقتنا في كل العناصر ملهاش حدود، ثقتنا في الجهاز الفني، ثقتنا في مجلس الإدارة، ثقتنا في اللعيبة، وكمان اللاعب رقم واحد. دايما هفضل أقول ودايما هفضل أشيد بجمهور الزمالك لأن هو دايما اللاعب رقم واحد. كلنا بنشتغل سواء في المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، سواء كمجلس إدارة، سواء كلاعبين، كلنا شغالين في خدمة جمهور الزمالك. طيب عايز أقف معاكم شوية عند كابتن معتمد جمال. استضفنا الأسبوع اللي فات آخر حلقة في برنامج أخبارنا الدكتور عبد الرحمن إبراهيم في حلقة استثنائية هنا في قناة الزمالك، واتكلمنا عن السبورت سايكولوجي أو السبورتس أو الفوتبول سايكولوجي، بمعنى إيه؟ إن إحنا كنا بنتكلم عن طريقة الكابتن معتمد جمال من الناحية النفسية. فما لقيناش أفضل من دكتور عبد الرحمن يكلمنا، لأن هو راجل يعني ده من ضمن دراسته إن هو بيتكلم عن السبورتس سايكولوجي. بمعنى إيه؟ إن كابتن معتمد جمال أكيد هو مش ساحر. أكيد لو جبت بيب جوارديولا في شورت تايم أو في وقت قليل أو فترة زمنية قليلة مش هيقدر إن هو يعمل أي معجزة مع الفريق، وده طبيعي وده عادي، ولكن ان الكابتن معتمد جمال عمله هو امر حميد جدا وامر هام، وهي الناحيه النفسيه مع اللاعبين. هو ده السبورت سايكولوجي اللي احنا حللناه مع دكتور عبد الرحمن. كابتن معتمد بيتعامل بثبات شديد جدا، ثبات انفعالي وبهدوء مع كل لعيبته. عايز تشوف التعامل النفسي من جانب الكابتن معتمد جمال، اتفرج على طريقه كابتن معتمد مع البودلة في الماتش الأخير. كابتن معتمد وهو نازل بينحني أو نازل بيوطي يتكلم مع اللعيبة الصغيرة وهي قاعدة على دكة البدلاء، لقطة مهمة جدا. عايز تشوف السبورت سايكولوجي أو عايز تشوف طريقة تعامل المدير الفني مع اللاعب على الناحية النفسية، اتفرج على سامسون أكينولا وهو بيفوق وبيرجع تاني لمستواه. اتفرج على المسلوسي ابن تونس البار اللي في الحقيقة أنا بحس إن هو خلاص مولود في 100 عقبة، مولود في جامعة الدول العربية. اتفرج على تألق عدد كبير جدا، وده كان نفس السكواد اللي موجود في حقبة مستر أوسوريو اللي أنا في الحقيقة بشيد بيه، كنت دايما بشيد بيه فترات طويلة، ولكن الراجل له ما له وعليه ما عليه، ودي سنة الحياة. مدرب أو مدير فني هيجي وهيمشي، ومشي بطريقة محترمة جدا